القاضي، القاضي يفرغ نفسه هيك من كرسي ويقول لي مخبر سري. قلت له حسبي الله عليك وعلى المخبر السري. قلت للقاضي النوم القاضي لين قلت له هيك حكمهم الولدي 1/10 و1/15. القاضي للشدات واكو عنده وكلاء جو ايده تعطينا 10 شدات. قال لي تعطينا اول مره قال تعطينا 10 شدات، واحد ما اعرفه والله. قلت له عم شلون اعطيك ولا راح؟ قال لا تطلب قدام 5 والباقي من النجاح. قلت له والخمسه ذا؟ قال يرحل الخمسه اذا ما طلع بلك. قلت له عم انا ما عندي شدات.